صورة مش واضحة بشأن ما حدث فعلا بين تونس والإمارات. يعني أنا بسمع ناس بيقولوا إنه كل الموضوع بدأ بسبب إنه في فتيات تونسيات عملوا كاريكاتير أو عملوا صورة أو حاجة لها علاقة بعبد الله بن زايد. يبدو في ناس بيقولوا لا، الإمارات بيقولوا إنه في فتاة تونسية كانت انتحارية ومش عارف إيش. يعني يبدو لي أنا إنه الإمارات خسرت كل ما استثمرته في تونس. يعني احنا كنا نفكر انه الباجي السبسي صاحبهم من جماعتهم، فاذا بها بعد الازمه هي على طول بيجي اردوغان على تونس. لا، هو الحقيقه انه يعني حتى الرئيس الباجي قيس السبسي لا يحسب ولا يمكن ان يضع نفسه على ذمه اي جهه في تقديري. والله هيك كان زمان كانت لا هذا في الصراع السياسي، هم حاولوا هم حاولوا ولذلك هم قسموا حزبه. يعني بديش قاطع جلال لانه اخبر مني، هم ساهموا في قسم الحزب لصالح محسن مرزوق اللي هو اقرب لهم، نكايه بالاخوان. طب ايش اللي حصل بالضبط؟ ليش الامارات اتخذت هذا القرار الغريب بمنع النساء التونسيات من انهم يروحوا دبي او انهم يطيروا في الطيران الامارات؟ ايش هو التوتر؟ يعني جزء منه بسبب الغموض، ولذلك استمرار الغموض نفسه هو يستمر التوتر. هذه النقطه. النقطه الثانيه، يعني عاده تونس ردت الفعل بالطريقه هذه بسبب انه عاده تونس تحتفظ بعلاقات متميزه وممتازه مع جميع الدول العربيه. تونس من تقاليدها ودبلوماسيتها مهما كان النظام السياسي حريص على أنها تحتفظ بعلاقات جيدة، يعني عندها هيك علاقة خاصة بالعرب جميعا. النقطة الثالثة هو أنه الإمارات اتخذت القرار بدون لا تشاور ولا إعلام ولا تفسير ولا تسويغ للقرار. منعت فجأة جميع النساء من الدخول الإمارات أو حتى المرور بها، يعني وبدأت تطبيق القرار دون حتى إعلام السلطات. يعني نساء في المطار يستعدن للسفر الإمارات أو المرور بالإمارات وقع منعهن من والبعض وقع إعادتهن من مطار الإمارات، واستمر الغموض يومين. فعلا صارت صدمة في تونس، وعادة تونس بسبب أنها تتصرف باستمرار باستقلالية في قرارها السياسي بعيد على كل المحاور وبعيد على كل الاستقطابات، يعني صار توتر. لأنه فعلا يعني المنع بعث برسائل يعني بعضها سلبي جدا، أنه ممكن يكون فيه كأنه صورة المرأة التونسية وسمعتها صحيح في الخليج ليست على ما يرام، ولذلك جرى المنع. يعني هذا فيه نوع من القذف. نعم، وهو تعبير على استهتار في الحقيقة لهذا القرار. الأمر الثاني أيضا بعث برسالة أنه إذا كان الأمر أمني يتوقع أن الدولة بقدر ما تحمي نفسها تحمي أيضا الدولة النظيرة. يعني إذا هو إرهاب يفترض أنها تتعاون تتبادل المعلومات، حتى تونس من حقها ومن واجبها أنها تتخذ إجراءات حماية لمواطنيها وللمواطنين. أصلا من يوم ما اخترع مصطلح مكافحة الإرهاب لم يحصل أنه في دولة منعت كل مواطنين دولة بسبب الشك في مواطن. صحيح. يعني لو حصل هذا ما لهش علاقة بالمنطق، كان ما حدش بيسافر في العالم. بس ترامب يعمل هذا لما سوى على 6 دول إسلامية على المواطنين مالهم، وبعدين هذه ولكن ترامب منع الجميع، لم طيب. لم يمنع الجنس المرأة والجنس. وهذا الخطير، منع الكل. لا، وبعدين ما منعش الترانزيت، هو منع. نعم. لكن هو الدخول لأمريكا. المشكل في تصور، يعني ان الدول الخليج وخصوصا يعني لما الغرب ده يتكلم على MBS وMBZ على محمد بن زايد. نعم. محمد بن سلمان، لانه فعلا هذين الرجلين، وهذه حتى إذا واحد شوي يرجع إلى الشيء اللي جرى مع قطر، يعني حينما بقوا لشهر كامل هناك حصار وكذا، لكن ما حد يعرف ليش. صحيح. بحيث الأمريكان اضطروا يضغطوا عليهم أنه يا أخي بس فهمونا إيش المشكلة اللي موجود. صحيح. ما هو السبب وشو اللي بدكم، فطلعوا هاي بال13 نقطة اللي أنا سبق أن ذكرتها أعتقد حتى أنا في البرنامج، أنه أنا أشك أنه هذه الثلاثة عشر نقطة
تم مراجعتها مع أي دبلوماسي أو مع أي قانوني، لا في مصر ولا في الإمارات ولا في السعودية. هذا القرار حول تونس أنا أعتقد أنه هذا رد فعل لشخص اللي يستطيع اتخاذ القرار، واللي هو يجب أن يكون محمد بن زايد. وهذا القرار لا يمكن أن يكون مبني على أي معلومات ذات قيمة، صحيح، بغض النظر عن صحيح. أي شيء طبعا إيش بيكون مبني يعني على إيش؟ ولا شيء. فجأة يا أما مثل ما أنت تفضلت أنه يا أما أحد طلع كاريكاتير، هل قصة الصورة هاي صحيحة؟ لا، هذه تقريبا جاءت بعد أصلا القرار. هي هذه القرارات اللي تتخذها هذول القيادات الأمريكية والإماراتية والسعودية، لا يستطيع أحد أن يفهم بالعرف الدولي كيفية التعامل معها. ما في واحد فجأة يتخذ قرار مثل ما ذكرت، لا يتشاور، لا يسأل، لا يفسر، لا يعطي شيء. في الغالب حتى الدول لما تحتاج يا أخي على الأقل تستدعي السفير وتقول له يا أخي في مشكلة حنحلها بهالشكل هذا. هذه أن يتخذ القرار بدون حتى بعد، يجب أن يكون السبب هو سبب غير معقول وغير منطقي. وبالتالي أنا لا أستبعد أن يكون يا أما أحد نقل قول لأحد أو صورة أو شيء، مثل ما العرب لما طلعنا على مال صور الرسول صلى الله عليه وسلم، شو لأنه طلعت الصورة خلاص فجأة سوينا هذا. والموقف مال سلمان رشدي أيضا تذكر الكتاب، طلعت الفتوى مال الخميني والناس بدأت تحرق الكتاب. بس الناس غير الدول، يعني بالضبط، يعني الدول يفترض أن تتخذ قراراتها بعقلانية وبدبلوماسية وبقنوات. لذلك هاي بثلاث دول تصير، بالسعودية وبالإمارات وفي أمريكا. ترامب بس مش كل الإدارة الأمريكية. هو طبعا في بعد آخر، أنا أظن أنه في آخر سنوات صار في نوع من العجرفة في تعامل بعض الدول التي تنظر لنفسها بأنها دول غنية ومؤثرة تجاه الدول الأكثر تستطيع تشتري كل شيء نعم. هناك شعور، يبدو شعور خاطئ وواهم بأن الدول الغنية تستطيع، ونحن طبعا نتحدث عن دول وليس عن شعوب. الدول الغنية تعتقد بأنها تستطيع أن تشتري كل العالم يعني، فبالتالي هي تتخذ قرارها. وهذه الدولة الفقيرة أو النظام الذي يقود دولة فقيرة يعني عليها أن يتحمل، لأنه بده يخسر اقتصاديا إذا ناكف الدول الغنية. ولذلك قبل أسبوع أيضا صدر في نفس الإمارات عمليات ترحيل كما نشرت بعض الأنباء لسوريين، معظمهم مؤيدين للثورة ضد بشار الأسد. ولا 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 نستغرب إذا صدر أي قرار ضد أي دولة مثلا لأنها ما اتخذتش قرار مثلا ضد قطر. هذا مسلسل الترحيلات من الإمارات هذا صار له سنوات ومستمر، يعني هم رحلوا فلسطينيين ومصريين وسوريين ولبنانيين وكله غير مسوّر، خلوش حاجة يعني كله غير مسوّر، يعني كله غير مسوّر، يعني ما صار مثلاً والله إنه في إحنا في عنا مثلاً إعادة دراسة للجاليات وجدولتها بحيث يكون في بروبورشنال في العدد. حتى سمعت إنه في بعض السوريين اللي رحلوهم رجال أعمال وعندهم شركات ولا سمحوا لهم يصفوا أعمالهم ولا سمحوا لهم. أنا عشت في الإمارات بالستينات قبل كل بالستينات قسما بالله كنا يوميا الصبح نشتري جريدة الاتحاد نقرأ ليكون رئيس دائرة الهجرة العقيد خلفان، كان اسمه لسه فاكر، أنه هل أن العقيد خلفان صدر تعليمات جديدة أما من بدل الرخصة مع القيادة أو من يسمح لأولادنا يدخلوا أو يطلعوا أو شيء من هذا، لأنه القرارات تتخذ من قبل هذا يعني الرتك أتيتيود من هذاك الوقت. دا أقول لك هذه قسما بالله بالستينات نقرأ، بس هذيك أشياء سابقة على الدولة يعني. أنت الآن في عندك دولة وبرلمان شكلات في بس أجا وقت على الإمارات، يعني أنا قضيت وقت في الإمارات، كانت منظمة، كانت إمارات كان يعني في الثمانينيات وكانت سمعتها حتى مع اللي قلته أنا. أنا بالنسبة لي كانت الإمارات بالفترة اللي عشنا فيها والله كانت البديل الوطن الثاني بالنسبة لي. كانت بالنسبة والناس كانت تنبسط هناك مرتاحين يعني. أنا في ناس من أقاربي يعني بيعتبروا إنه العيشة في الإمارات هي الجنة كانت. هي طبعا الإمارات بلد جميل بالمناسبة وبلد منظم ويعني وفي نوع من الرفاهية، لكن اللي تغير في الفترة الأخيرة هو السياسات. لا والله حتى تغير، شوف يعني مع الأسف لا يجوز الحديث عن الشعوب لأنه مهما كان الإنسان يعرف وده يتكلم عن تجربة محدودة، لكن أنا أزعم أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الآن أصبح سلوكهم يختلف عن مواطني الإمارات لما كانوا آبائهم. الآن يعني من الأول كانوا يشعرون أن أي واحد
عربي أو هندي أو باكستاني جاي لكي يتكسب لكي يعيش هنا، لكن ما كانوا يعاملون الناس بسوء. أنا الآن كمحامي أنظر في قضايا تقام ضد المؤسسات الإماراتية، شركات وحكومات أمام القضاء البريطاني بدرجة غير معقولة، يا سلام، أعداد هائلة، لأن هناك يعني عملية انتقام. يعني مثلا أفرض أنت موظف في شركة في الإمارات أو بالحكومة، حينما ما يردوك يا أخي يقول لك اطلع مع السلامة، يعطيك مرتبك ويقول لك خلاص تسافر. الآن أصبحوا يمنعون، ما يعطيك حقك اللي سابق، ما يعطيك المكافأة، ويطلب منك أن تغادر بكرة، وإذا ما تغادر بكرة يحطك بس في ناس، في ناس سجنوهم بدون أحكام. هذا له علاقة أيضا بالقانون وبسياسات ال، لا ما ليس بالقانون، ما في قانون، هو ما في قانون، لم يتغير. أنا هم لا يفعلون القانون في هذه المعاملات، هي مزاجية، شغلة مزاجية بس. يعني القانون لم يتغير، زي هذا البريطاني اللي هو له علاقة بأحد النوادي في مانشستر أظن أو في ليدز، في ليدز يمكن سجنوه، هذا سجنوه فترة طويلة وتدخلت بعدين بريطاني وما فيش حاجة. هو أغروا إغراء، قالوا له تعال، ولما راح على هناك حطوه في السجن. يبدو السلوك، لذلك أنا أقول أن السلوك العام، بعدين حتى الشباب اللي ألتقي فيهم هنا يعني يجون زيارة أو كذا، المنطق وطريقة التفكير أصبحت تختلف. الإماراتي بدأ يشعر أن دولة الإمارات العربية، بحيث أنه أخذوا من الأردن مال الإمارات أولاً، يعني بدأ فعلاً تأييداً لكلامك، بدأ هناك شعور أن لديهم امتياز على الآخرين، يعني بحيث قسم منهم يعني فعلاً يعتقد هو أنه هو مثلاً أفضل من الكويتي والقطري والبحريني. بالوقت اللي هذا الشعور لم يكن، أنا ما كنت لامسه، يعني هذا إنعكاس للذهنية السائدة لدى صناع القرار طبعاً، وبيأثر على الناس. صحيح، وخاصة أنت الآن في خيرة القوم في الإمارات في السجون، يعني مجموعة كبيرة الآن من مثل ما يقول ابن خلدون، الظلم مؤذن بخراب العمران. العمران هو الاجتماع، يعني كيف الناس تتعامل مع بعض، السلوك، الأخلاق. للأسف شديد يعني النظام ينعكس بذهنيته بتصرفاته على المجتمع، ولذلك كانت ردة فعل الرأي العام التونسي عنيفة جدا، يعني لأنه عادة الشعب التونسي بصفة عامة يعني محب للعرب يعني خصيصا، فإنه يجد معاملة غير مبررة وبهذه المستوى من الإساءة، معتقدا أنه والله دولة ثرية تستطيع تفعل ما تشاء. تونس أصلا الحبيب بورقيبة أدار ظهره بالكامل دول الخليج، ولا يعتبرها أصلا يعني. طيب كيف وين ماشي الخط هذا بالعلاقة الإماراتية التونسية؟ هو على كل حال تونس أصدرت قرار بمنع طيران الإمارات، نعم، أن يهبط في تونس، أن يهبط في بس ما منعوا المواطنين الإماراتيين، قالوا بلادنا تظل مفتوحة، لم يمنع. وهذا المشكلة أنه سبقته بعض الإساءات، منع رجال الأعمال، عدم منح رجال الأعمال أي تأشيرات دخول للإمارات. قبل 3 سنوات منع كل شخص أقل من 40 عام من دخول الإمارات من تونس. يعني هذه الإجراءات يعني هذه مش أول مرة يعني، نعم مش أول مرة، وهي بدون مبرر أيضا وبدون تعاطي رسمي معقول مع السلطات. وحتى يعني التبرير الأخير اللي ساقوه أنه والله فيه تهديد إرهابي، يفترض الدولة اللي تحترم نفسها تشترك مع الدولة النظيرة. تعرف أنا بتصور، تعرف معلومات الخطيرة الوصلت لو الإمارات الإرهاب عند النساء فقط رجال شوف لو الإمارات لو الإمارات أعلنت أن كل مواطني تونس صحيح ممنوعين من دخول الإمارات أهون من أن تمنع النساء وحدهم، لأنه طبعاً خاصة صار في تونس كمان بالضبط، لأنه تونس في نوع من الإهانة والتحقير. نعم يعني نعم في تونس كمان في بعض المرأة في تونس هي حقيقة يعني أكثر مرأة حاصلة على حقوقها في كل العالم العربي، والتونسيات والتونسيين يعني يعتبروا هذا جزء من فخر بلادهم، أنه في مساواة وفي حرية وإلى آخره. فبالتالي هو يعني القصة أخذت أيضا بعد على بناء على ولذلك استهداف النساء بحد ذاتهم، ولذلك من بعدين الرجال التوانسي شكلهم خافوا يعني إذا نسوانهم جالوا، ولذلك من أبرز الهاشتاجات اللي انتشرت بهذا الخصوص، يعني هم يعني استلهبت من أغنية بوب مارلي نو ومن نو كراي، فنو ومن نو فلاي، ما فيش سفر للنساء، ما فيش طائرات. كيف الله واحد مثلا، لنفرض واحد ساكن هنا في لندن
تونسي عائلة تونسية عاوزين يروحوا على جنوب أفريقيا سياحة، حاجزين على طيران الإمارات أو طيران الاتحاد، يقولوا للرجل اطلع بس زوجته ممنوع تطلع. هذا حصل في المطار، حصل في المطار، كان في عائلات، كان في رجل ومراته، كان طالبات كانوا عندهم يعني مرور فقط رايحين لهونغ كونغ واليابان يدرسوا، منعوهم فمنعوهم. بس أنا في عندي ملاحظة هنا إنه تونس يعني ربما هي البلد الربيع العربي الأقل نجاحا للثورة المضادة، يعني هي مسار يمكن ما مشيت الثورة زي ما كان الناس بحلموا إنه صار في تغيير كامل ورفاه وأبصر إيش ولا أخي، وما دول لأنهم اعتبروا بما حصل عند غيرهم بالضبط يعني. لا بس على الأقل إنه في حرية، في أصوات يعني في انتخابات وفي حرية وفي نقد عالي وفي نوع من الشفافية. صح مثلا في البعض ينتقد إنه ما حصلش تنمية، المجتمع المدني ما زال قوي جدا. فلذلك البلد هنا الدرس المهم إنه البلد اللي هو لم تنجح فيه الثورة المضادة تماما استطاع أن يقف بكرامة وباحترام لمواطنيه. لا أنا أروح أبعد منك، أنا في تقييمي أنا شخصيا أن الثورة الشعبية في تونس نجحت لأن استعمال المعيار أنه حينما تنجح الثورة معناها كل مشاكلك تنحل، هذا غير صحيح. صحيح، غير ممكن، تأخذ وقت، تأخذ وقت. لكن إذا نظرت إلى تونس تجد فيها الآن سواء كان في حرية العمل أو الممارسة السياسية أو التشريع، التشريع التونسي بالرغم من كل التقدم اللي كان يتمتع به من زمن الرقيبة أبو الرقيبة، الآن التقدم اللي حصل في التشريع، يعني الآن أنا قبل أسبوعين كنت في تونس، قانون الجمعيات التونسية قانون فريد بالعالم العربي. الآن تستطيع أن تشكل جمعية أو حزب في تونس إذا لم يصدر أمر معارضة بانتهاء 30 يوم يصبح مشروع أنك تقدم طلبا لتأسيس حزب أو لجمعية، ما تحتاج تتسلم وثيقة، ما تحتاج تنتظر موافقة، إذا شعار يعني إذا لم يصدر معارضة تصبح مشروع أو تستطيع العمل. هذا أقرب إلى مفهوم الشرع، الأصل في الأمور الإباحة اللي هو هذه القاعدة المعمول بها في أوروبا، الأصل في الأمور الإباحة. صحيح، هون واحد بأس الشركة بتحتاجش هوني إذن لا أي شيء. فالقصد هو أستاذ صباح أنه حينما يكون هناك نجاح للشعوب حتى لو الشعوب ما حققتش كل شيء بدايه مثل ما تفضلت، هذا يحتاج الى وقت، على الاقل الشعوب تحتفظ بحريتها وكرامتها، تستطيع ان تقول لا، تستطيع ان ترفض اهانتها سواء من نظام حكمها او من الخارج. ولذلك الدوله التونسيه يعني حتى لو كانت هي مثلا عندها حسابات ماليه واقتصاديه والله انا بديش اخسر العماله في الخليج او في الامارات، بديش اخسر الاستثمارات، لكنها لم تستطع أن تقف موقفاً آخر غير الذي وقفه الشعب، لأنه في انتخابات وفي حرية. بينما في دول أخرى زي مثلاً مصر كل يوم بصير مشاكل للعمالة المصرية. المملكة العربية السعودية لما الأمير محمد بن سلمان يخلي ترامب يجي حتى يعطيه 500 بليون دولار، شو هذا؟ هذا شراء، هذا احنا بلدنا كانوا يسموها واحد يدفع خوه لما في عندك واحد اللي هو ارهابي او شيء من القبيل حتى تكفي شره تعطيه فلوس خليه يولي. صحيح، شوف النخب التونسيه تعاملت مع الموضوع بشكل رائع. زي ما حكى فراس، الناس عبرت عن رايها، بينما شفت النخب اللي في السعوديه غابت غيابا مطلقا لما أجى ترامب وأخذ 500 مليار، غياب مطلق لما شرى اللوحة بنص مليار وشرى القارب بنص مليار. النخب العربية في الأماكن الثانية معاهم عليهم، يعني زي ما بده النظام، زي ما بده الحاكم، بصيمة. في تميز في تونس نوعا ما في المغرب، صحيح، لأنه في حرية، لأنه في حرية، فيها الحرية. ولذلك الحرية هي أهم شيء في المناخ السياسي. لما يكون في حرية الإنسان يدرك قيمته، يدرك أنه يستطيع أن يرفض، في شرعية الحاكم بالضبط. يعني لما يكون الحاكم منتخب،
يعني في النهاية بغض النظر عن الملاحظات شرعيته بدأت تنحط وشرعيته أصلاً ما أخذها من الناخب لا وشرعيته يعني كمان ولذلك تتوافق إرادة الناخب وإرادة الحاكم في على الأقل في بعض المواقف يعني الوطنية ولذلك يعني فيه انسجام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي هذا نتيجة أنه أصلاً يعني اللي يحكموا المتصدرين المشهد الحكومي هم يعني تأييدا للي قاله دكتور منتخبي عزام مصر اللي قامت بإجراء انتخابات ديمقراطية للمرة الأولى حينما جاءت إلى الحكم مجموعة لا يريدها السياسيين أو العسكر قاموا بإجراء انقلاب عسكري وأيد تقريبا كافة الحركات السياسية والمثقفين في مصر ثم الآن بدأوا يدفعون الثمن جميعا نعم صحيح في يوم 30 يونيو كله طلع بده بس يخلص من الإخوان يعني هم الذي جمعهم خصومة وحسد وغيرة من الإخوان لكن كما تفضلت الآن كلهم السيسي يبطش بهم الواحد تلو الآخر هو هذا لما أكل لما أكل الثورة لا لأنه فعلا هو الدكتاتورية عادة تلتهم الجميع ما لا تقسم والله تعطي الجماعة الحرية وجماعة تعطيهم لفترة تشمل الجميع تعطيهم لفترة نعم الدكتاتورية بالتساوي بس هذه نخب عمياء نعم حقيقة هذه نخب عمياء التي تقف مع أي دكتاتور مع أي منقلب على الديمقراطية نخب عمياء بس والله يا أخي أنا يعني لأنه أنا عمري كبير يعني أنا أذكر إحنا صار بس شباب يا أستاذ طبعا لا أنا سحبت شباب لكن جسمي ما مصدق بي هذه مشكلة جسمي مش مشكلتي لكن قصدي من هذا أنه إحنا لخمسين سنة كنا نتكلم على قضايا مبدئية فجأة الآن كافة الثوابت المبدئية سواء كان لها علاقة بالوطنية أو بالحرية أو بالديمقراطية أو بالحكم أو حتى بالدين أصبحت الآن ما في ثوابت صحيح. يعني الآن لا تستطيع تصور أنت أمه لا تعرف من هو العدو مالها نعم. يعني حتى إذا تريد تسوي تحالف أو حلف عسكري الحلف العسكري يتطلب وجود عقيدة عسكرية وبالتالي النقطة الأولى منه تحديد العدو مالك العدو نعم. أنت الآن تجي تسوي حلف من هو العدو مالك هل هو الشعب ولا الدولة المجاورة ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا الشيعة ولا السنة ولا الإخوان المسلمين ولا المسيحيين ولا إيش هي يعني فجأة أنا أشعر أنه أصبحت غريب في هذه الحياة لأن كل الأشياء اللي كنت أعتقدها أنها ثابتة وهناك اتفاق عليها من كل الناس فجأة أصبح مثلا الالتزام بالدين هو عبارة عن تطرف وأصبح أنه موضوع أنه إذا إنسان يؤيد فكرة إذا هو مشترى من قبل ذاك الشخص كأنه ليس للإنسان يعني قبل فترة أقول للواحد قلت له يا أخي كيف أن بالغرب حينما يتحدثون عن حماية البيئة وذول المجموعات اللي يطلعوا يحمون الحيتان والغابات والكاربون فوتبرنت دول مين اللي دفع لهم شو الحيوان الحيوانات دفعت لهم إحنا لأنه مجرد لا هي لأنه في مشكلة أن ما الكثير من العرب يعيشون في دول ريعية فهو الرزق تبعه في مخيلته وأفهم ذلك بأنه مرتبط بالدولة وليس بالله ومرتبط بالسلطة وليس بالله. ليس بالله وليس بأنه هو عنده كفاءة بيشتغل بيدفع ضرائب بيشتغل بأخذ راتب وبعدين بيدفع جزء من الضرائب فهو هذا الاقتصاد الريعي جعل فئة من الشعوب العربية تعتقد بأنه رعاية وليس مواطنين بأنه رعاية وليس مواطنين بس والله يا أخوي صعب يفهموه ترى والله يا أخوي ترى أنا شبابنا كنا نعيش في هذه الدول ما كان في شيء غريب كنا موظفين لا برضو هي لها علاقة بالخلق على فكرة في للأسف تآكل في الأخلاق في تآكل حقيقي في الأخلاق الآن أنت وقف مبدأ موقف مبدئي من أي حاجة بيبدو الآخرون بيبدو يقولوا ليش هو عمل هيك من اشترى من لأنه دفع كذا لأنه كذا هذيك النهار صارت مشكلة قناة الشرق صار تسريب سجلوا جلسة وبثوها على الهواء في عمل ما بيجوز يعني حتى لو في خلافات داخلية ما بصير أنت تبث على الإنترنت دون أن يعرف صاحب الشأن بأنه أنت عاد تبث له فأنا انتقدته انتقادا لاذعا في على الفيسبوك وعلى الانترنت صار يقولوا ما انت لانه انت لك مصلحه لانك انت بتعمل كذا يبحث عن اي شيء لكي ينتقص من
من عملك اللي هو بالأساس وقوف مع المبدأ إنه أنت ما بيجوز تسجل لي وتبث على الهواء بدون ما أكون عارف. أخي أنا مرات أحيانا أقول شيء واحد يجي بدي رأسا يحاسبني إلي، فقلت له يا أخي والله أنا ترى معتاد على هذا، كل مرة اللي أروح المحكمة أمام القاضي أول شيء القاضي يتأكد أنه أنا عندي المؤهلات ولا لا. قلت له وبالتالي بعد أن يقتنع أنه عندي المؤهلات، إذا ما عندي يقول لي أخرج، إذا اقتنع بالمؤهلات ما أعود أنا القضية، القضية تعود مع تحدث. أي نعم أي نعم. قلت له أنت يا أخي يا أخي لما بيكون الشخص هو القضية ماتت القضية، ماتت الموضوع. الآن حينما تحاول الحديث عن أي موضوع يعني يقول لك مرة شوف واحد من جماعتنا ما أعرف دا أقول له فد شيء، يقول لي إيه دا يا أخ صباح دا أنت بقيت من الأخوان. قلت له هذا اختصاصنا احنا العراقيين ان نتهم الاخرين بكل شيء. لا كلنا قلت له اخي المصريين صار لا صار الكل والله يا لا بس هو لا كمان على قصة الاخلاق، وهو بالعودة الى الموضوع التونسي والاماراتي، اظن انه الثلاث سنوات الماضية لم يشبهها سوى فترة الستينيات ايام عبد الناصر وصراع الجمهوريات مع الملكيات من ناحية غياب الاخلاق في الخصومة. أيوة. والشتائم يعني حقيقة ما يحدث في الإعلام الرسمي، السوشيال ميديا، الإعلاميين، المثقفين، الدعاء، المثقفين، يا أخي حقيقة شيء مخزي. يعني أنت ضد دولة معينة من غير ما بديش أحكي اسم دولة عشان ما فكروني بدافع عن أي دولة، أنت ضد دولة معينة انتقدها بس من غير ما تشتم أهلها. طب أنت ضد يعني عندك مشكلة مع تونس سياسية، ما تهينش جزء من نص شعبها وتمنعه من مع انه الاصل الشرعي الايه ولا يجرمنكم شنآن قوم على